طبعا الفيلم أوراق من أرشيف القضية 2044، وهو ضمن مسابقة سيناريو غير المنفذ في مهرجان أفلام السعودية. وفكرته، فكرة النص، تقوم على قصة جريمة وغموض. ابتدأت بمكان اجتمعت فيه خمس شخوص ما بينهم أي علاقة، وحدثت جريمة قتل. تجربة الفيلم الطويل هي أول تجاربي، كتبت للفيلم القصير، هذه التجربة هي أول تجاربي، ولا أخفيك أنه كان فيه صعوبات كثيرة. وأتمنى أن ورشة تطوير السيناريو اللي أنا دخلتها ضمن مبادرة أفلام السعودية تساعد على أني أقدم عمل مرضي. يعني إنه يجب إنه يكون الأبطال ضمن ثقافة المجتمع، ضمن بيئة المجتمع، حتى نصنع أصالة في الأعمال السعودية. لأنه بالنهاية إذا نستنسخ تجارب سواء الغربية أو الأوروبية، بالنهاية مهما كان العمل مجود على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التقنيات، يبقى في جاب أو في خلينا نقول فجوة لن تستطيع أن تغطيها ككاتب أو كمخرج أو حتى كممثل. أحد الأشياء المبادرات اللي لمسناها في هذه الدورة، إنه وموجود في الدورات السابقة لكن حسيت إنه أكثر تنظيماً وأقوى، هو وجود سوق الإنتاج، وخصصت له جوائز في هذه الدورة. هنالك مجموعة من المبادرات اللي تهتم بالسينما المستقلة، تهتم بالسينما التجارية أو مهما كان اسمها يعني، وبالتالي هذا التنوع مطلوب يعني.